الاوكازيون الشتوي واللي بدا في 7 فبراير الحالي ومستمر لحد 7 مارس اللي جاي، فرصه لناس كتير انها تنزل تجيب سواء احتياجاتها الشخصيه او احتياجاتها المنزليه، لان الاوكازيون مش بيقتصر بس على الملابس بل بيمتد ايضا الى الاحذيه والادوات المنزليه. فتعالوا نتابع ونشوف الاوكازيون في مصر والاسعار عامله ايه. موسم الأوكازيون بشكل عام سواء الصيفي أو الشتوي بيعتبر فرصة جيدة لإنعاش حركة التجارة في الأسواق، وكمان بيساعد المحلات على بيع السلع بصورة أكبر من خلال تقديم تخفيضات عليها بتوصل ل50% سواء على الملابس أو الأدوات المنزلية أو الشنط أو الأحذية. الأسعار بقت في المتناول أكثر مع المستهلك العادي، خصومات عالية حقيقية من 30% ل50% على كل اللبس الشتوي، طقم، سويتشيرت، بنطلون، جاكيت، والاسعار بقت يعني قربنا احنا للمستهلك شويه. طقم مثلا ب 800 بقى ب 400 جنيه 50%، سويتشيرت كان مثلا ب 300 بقى ب 180 170، فاصبحت فده عندها اثر على الحركه، يعني الحركه الحمد لله احسن بكتير في الاوكازيون عنه في الموسم العادي يعني. وبيعتبر الأوكازيون فرصة لعدد كبير من المواطنين إنهم يلاقوا الحاجات اللي بيحتاجوها بأسعار معقولة. دي حقيقة بصراحة تخفيضات حلوة جدا وعجبانة جدا. الفترة اللي فاتت بصراحة كانت الأسعار مشدودة قوي، كناش عارفين نشتري حاجة بصراحة، لكن دلوقتي حاليا الأسعار جميلة جدا. عن نفسي ما بستناش الأوكازيون، أنا وقت ما بحب إن أنا أنزل أشتري حاجة فبنزل في وقتها. ممكن الأوكازيون ده الموضة بتاعت السنة دي ما تبقاش نفس الموضة، يعني ما بيبقاش نفس الموضة بتاعت السنة الجاية، ففيها تغيير كل سنة. أنا بحب أنزل وسط البلد عشان خاطر التخفيضات اللي في الأوكازيون. إحنا في ناس بتيجي من الصعيد عشان خاطر الأوكازيون بتاع وسط البلد. الأوكازيون حقيقي وجميل وكويس خالص ومرتاح يعني. هو حضرتك الأوكازيون برضه تخفيضات جامدة أوي، يعني 30% ومبادرة برضه لترخيص الغلاء والكلام ده ضد الغلاء. الأوكازيون بيشرف ويراقب عليه قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، اللي بيشدد على أهمية إعلان المحلات لتخفيضات حقيقية على السلع المعروضة، وده منعا للمساءلة القانونية لو تم تقديم عروض وتخفيضات وهمية. من مصر، عمرو موسى.